ازيك يا فامر؟ تمام؟ الحمد لله على كل شيء. المقابلة هاي المفروض تصير من زمان، بس انت بتعرف الظروف. سيف الكليني مسؤول الأمنيات في داعش، دي حاجة كده زي جهاز المخابرات بتاعهم. التقارير بتقول إن كان ضابط أمن سابق في جهاز في دولة عربية واعتنق الفكر الجهادي وزور موته وعاش بهوية جديدة وسط التنظيمات الإرهابية. هو مفيش معلومة مؤكدة بالكلام ده، بس تقديري الشخصي إن الكلام ده ممكن يبقى حقيقي، لأنه شخص فعلا مستواه ومهاراته وتكتيكه يمشوا مع الخلفية دي. وحتى لو مش حقيقي، هو أكيد اتدرب على إيد الأجهزة اللي بيشتغلوا معاها. ما شاء الله، ربنا يطمنك الصراحة. بص يا علي، مقابلتك الأولى معاه دي أهم حاجة، لازم ما يحسش بأي حاجة غريبة، يعني لا تبقى واثق زيادة ولا قلقان زيادة، لازم تبقى طبيعي، غير كده هيشك فيك من أول لحظة. اقعد. ما يصحش يا سيدي. ما بخبي عليك يا أبو عمر، الموقف محرج، التدريب على أشده، وحاجتنا للعملية اللي جايين من شأنها عم تزداد. لا تنسى خبر استشهاد مولانا، أثر فينا، هزنا كلنا. أكتر شيء نحن مو بحاجته يا أبو عمر بهذا الوقت إن الأشخاص اللي بيزعزعوا ثقة الجنود بأنفسهم، بإيمانهم، بدينهم. سامحني، يعني أنا مش فاهم تقصد إيه. نحن لازم نعزز ثقة الجنود بحالهم ونرفع المعنويات. خلاص الأفكار القديمة صارت قديمة، هتافات أناشيد حماسية صارت من الماضي، الروح السلبية اتغلغلت بالجنود. أنا مبلومون، طبيعة البني آدم هيك، لازم دائما نحمسه ونشجعه. أنا مشان هيك جبتك، لأنك دم جديد وأكيد في عندك أفكار تفيدنا. والله أنا لاحظت ده في التدريبات، بتهيألي هم اللي ناقصهم إن هم يشوفوا قوتهم بجد. محتاجين يشوفوا تدريباتهم اللي بيتدربوها ديت قد إيه بتطلعهم أبطال وأقوياء. هم بس محتاجين يشوفوها بشكل مختلف، يعني نصورهم، نصور مجموعة حتى منهم وهم بيتدربوا، وكأننا بنعملهم دعاية على السوشيال ميديا، بس بدل ما تبقى للسوشيال ميديا تبقى ليهم هم عشان يشوفوها ويحسوا بقوتهم. كمل. احنا ممكن نصورهم، ناخد مجموعة منفردة يعني منهم، نصورهم بطريقة مختلفة زي طريقة الأفلام، زوايا مختلفة من كل الاتجاهات، وهندخل لها تركات صوت معينة عشان تبقى مؤثرة للحالة اللي احنا عايزينها، ونوريها لهم عشان يحسوا الإحساس اللي محتاجين يحسوه. أيوة، وتقدر تعمل ده في وقت قد إيه؟ أسرع وقت، أعتبره خلصان أصلاً، أنا الماتيريال كله موجود معايا،